الطريق الواصل بين بلدة الجفر جنوبا والأزرق شمالا من الطريق التي أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتربط الأردن بدول الخليج العربي. يشكو مرتادو هذه الطريق من وجود المطبات عند بداية الجسور على الطريق والتي تتسبب بالحوادث نظرا لعدم وجود شواخص تحذيرية تنبه السائقين، إضافة إلى عبور الإبل لهذه الطريق بشكل مفاجئ ما يؤدي إلى إرباك سائقي المركبات. هذا الطريق اللي أسلكم ل 2002، والله نعاني كثير من هذا المطبات اللي بالطريق، والطريق والله ما شاء الله ما عليه حكي، لكن عندنا مشكلة هالمطبة اللي غاد والمطبة اللي هان، وخدمات الطريق والله ما شاء الله زينة، لكن احنا نعاني من هالمطبات هذه بس، وشاخصات على الجسور اللي بيها المطبات. احنا بنواجه بالليل عملية الإبل هاي اللي الجمال هاي برضو بتسبب لنا مشاكل كثير بالليل، نتفاجأ فيها احنا دائما.